أيضا معي عبر الهاتف من تونس الباحث السياسي الليبي عز الدين عقيل. سيد عقيل أهلا بك، كيف نفهم علاقة الدوحة بالنظام الليبي السابق نظام العقيد القذافي ثم الإطاحة به أو المساهمة بالإطاحة به، ومن ثم الإطاحة بأي مشروع وطني في ليبيا؟ ماذا تريد قطر من ليبيا وماذا تريد لليبيا أيضا؟ أحييك يا أخي الكريم، ربما هذه حزمة من الأسئلة التي يصعب الإجابة عليها. أدعو الله أن يساعدني على تذكرها حتى أستطيع أن أجملها جميعا. بداية أحييك وأحيي تلفزيون البحرين وأحيي كل شعب البحرين، الشعب الطيب الودود. شكرا لك. الحقيقة يكفي أن أعطيك إسقاطا على علاقة الدوحة بالقذافي على أيام حكمه بهذا المثال. في أثناء حملة الصهيونية، حملة الرصاص المصموط على غزة، كنت قد رأيت صورة لحمد بن جاسم وهو يدلدل ساقيه في حوض سباحة في أحد الفنادق الإسرائيلية في تل أبيب. وفي نفس الوقت كانت قناة الجزيرة تتقدم صفوف النضال في الدفاع عن الشعب الغزاوي. هذا الحقيقة استفزني بشكل كبير، وكتبت مقالا أذكر أنني ذكرت فيه الأمير القطري ببعض القسوة. وعندما ذهبت به إلى أحد الصحف التقيت برئيس تحرير ولا زال حيا حتى الآن اسمه محمود المشيخي، كان رئيس واحدة من صحيفتين هما اللتين كان يديرهما سيف القذافي لقيادة ما بدأ في ذلك الوقت على أنه محاولة لرفع سقف حرية التعبير. عندما طالع رئيس التحرير الأستاذ محمود المشيخي ذلك المقال قال لي: اسمع أستاذ عز الدين، أنت تعرف أبناء القذافي؟ قلت له أعرفهم جيدا. قال لي: أضف إليهم اثنين، حمد أمير قطر والملك عبد الله ملك الأردن، هذين الشخصين اعتبرهما من ضمن أبناء القذافي، يعني لا مساس بهم. فهذا يعني فعلا أن هذا الطرف استطاع أن يحتوي القذافي لدرجة أن القذافي بدأ يتعامل معهم وكأنهم أبناءه. ولهذا السبب ربما كانت ردة فعله عنيفة عندما اكتشف أن المؤامرة في الأصل لإسقاط الدولة في ليبيا، طيب، وليس لمساعدة الشعب الليبي فقط على التغيير، هي إنما كانت تأتي من هناك. نعم. طيب، عندما تكشف القوات المسلحة الليبية الجيش الوطني الليبي عن صلات وعلاقة قطر بتمويل الإرهاب في الداخل، برأيك إلى أي مدى يمكن لكشف هذه المعلومات أن يمكن الدولة الليبية الوطنيين الليبيين من تشكيل ربما مشروع وطني ليبي جديد يقص أذرع قطر في ليبيا ويمنع تدخلاتها أو استمرارها بالتدخل في الشأن الليبي أيضا؟ هو ربما قبل هذا والأهم من هذا أخي الكريم، وأنه عندما بدأت الانتفاضة في ليبيا عينت قطر ثلاث شخصيات وأعطتهم مبالغ مالية ضخمة وضعت في بنوك هنا في دول الجوار في ليبيا، وبدأت بالإنفاق على الجماعات المتطرفة، وبدأت فعلا بتبني الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان المسلمين لكي يبدو أمام الشعب الليبي وكأنهم هم الذين جاءوا بهذا التغيير الكبير. حتى أن الدولة التونسية تحقق الآن في مدى وصول تلك الأموال ليس إلى جماعات متطرفة ليبية فقط، ولكن إلى جماعات تونسية أيضا. ثم تصوير ذلك المشهد لرئيس أو قائد الجماعة الليبية المقاتلة بدخول باب العزيزية مع أنه لم يقاتل أبدا، وإظهاره وكأنه هو الفاتح الكبير الذي فتح طرابلس، ثم ذلك الرعب الذي جرى ليلة سقوط طرابلس بينما كانت الناس ترقص في الشوارع لأنها كانت تتصور أن القادم هو قادم طيب، ترقص فرحا بسقوط النظام. كانت هناك جماعات تابعة لقطر تفكك الأدرج وتقتحم المباني لكي تحصل على أكبر عدد ممكن من الملفات والأسرار، ولعل جزء من هذه الأسرار هو ما تعرضه قناة الجزيرة اليوم وما عرضته أيام بعد سقوط النظام، ثم يبدو أنها قد جاءتها تعليمات بصورة ما فأوقفت ذلك السيل من عرض تلك الوثائق. شكرا جزيلا لك من تونس الباحث السياسي الليبي عز الدين عقيل.